أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. سنتابع خلال هذا الفيديو عجائب تونس السبع. رفراف بن زرت، مطماطة بالجنوب التونسي، الموقع الأثري بدقة، قصر غيلان بالجنوب التونسي، مسرح الجم، كسرى سليانة، قرطاج تونس، في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة سيف وولف. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.